بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي صلاح الدين الحمامسي. انا بسجل الفويس ريكوردينج ده علشان اتكلم على دخل الدكاتره في امريكا. اول حاجه هتكلم عليها هي الريزيدنت سالري، اليرلي انكم، الجروس يرلي انكم بتاع الريزيدنت في امريكا في حدود 50,000 دولار في السنه. دخل الريزيدنت بيفرق من سنه للتانيه، عاده بيبقى الدخل اقل في بي جي واي 1 اللي هي اول سنه في الريزيدنسي، بيزيد في بي جي واي 2 بي جي واي 3، بس الزيادة مش كتيرة. يعني ممكن مثلا يبقى الدخل في سنة أولى جروس إنكم 45,000 دولار في السنة، يبقى في سنة تانية 47,000 دولار، يبقى في سنة تالتة 50,000. بيفرق الدخل ده على حسب الولاية. فالولايات الأغلب يبقى الدخل فيها أعلى، ممكن مثلا يبقى دخل الريزيدنت في سنة أولى 50 أو 51,000 ونلاقيه بيزيد ل 57,000. فهو الدخل بيفرق على حسب مستوى المعيشة في الولاية عامل إزاي. عادة السالري الريزيدنتس بياخدوها بطريقه اسمها باي ويكلي بيزز، يعني بياخد ما هي مره كل اسبوعين. واللي الريزيدنت بيقبضه مش هو الجروس انكم، يعني ال 50,000 دولار دول مش كلهم الريزيدنت بيقبضهم. جروس انكم ده يعني قبل التاكسز، المفروض ان بيتخصم جزء من الانكم ده للضرايب، الجزء ده بيبقى في حدود 30%. ففي الاخر اللي الريزيدنت بياخده كل اسبوعين بيبقى في حدود 1500 دولار كل اسبوعين كنات انكم، يعني دي الفلوس اللي هو بيقبضهم في ايده. والواحد بيبتدي السنة بيخلوه يملأ فورم معينة بيكتب فيها رقم بيمثل هو هيتخصم من فلوسه قد ايه للتاكسز. الرقم ده بيعتمد على ليه كام ديبندنت، بمعنى لو واحد متجوز هيدفع ضرايب اقل من لو واحد سنجل، ولو واحد متجوز وعنده ولاد هيدفع ضرايب اقل. فهو بيكتب رقم يمثل هو عنده كام ديبندنت، بيمثل هل هو عايش مثلا مع والده ووالدته وبالتالي هم اللي بيدفعوا ايجار البيت، ولا هو عايش لوحده وبالتالي هو اللي بيدفع ايجار البيت. وعلى هذا الاساس بيتخصم جزء من الماهيه، والواحد في الاخر بياخد بقيه الفلوس. كل سنه في الاخر بنقدم تقديمه تانية على الضرايب، بنقدم للضرايب ورقه تانية بنكتب فيها برضو نفس الحاجات. وعلى هذا الاساس الحكومه الامريكيه بتحسب الضرايب اللي علينا، وفي الاخر يا اما بترجع لنا فلوس يا بتاخد مننا فلوس، لان هو كل شهر كان مخصوم اوريدي تقريبا 30%، او على حسب الرقم اللي الواحد حطه كان مخصوم كميه فلوس معينه. في الاخر لما الواحد بيقدم ضرايبه ممكن مثلا ظروف تتغير، يعني ممكن واحد اتجوز فبالتالي يقدم في ضرايبه ويقول انا اتجوزت، فهو هيرجع له فلوس اكتر في اخر السنه من الحكومه. بالنسبه للمصاريف، الواحد بيصرف في كذا حاجه ميجر كبيره. اول حاجه هي الايجار بتاع الشقه، بعد كده العربية اللي هي متقسمة لحاجتين، إيجار العربية نفسه لو الواحد جايبها على ليس، أو قسط العربية لو الواحد جايبها فاينانس، زائد التأمين اللي على العربية. تالت يعني مكان الواحد بيصرف فيه هو الأكل، وبعدين الخروج واللبس ومصاريف الكهرباء والغاز والمية والحاجات التانية اللي الواحد بيصرفها. المصاريف دي بتختلف من ولاية لولاية، يعني تأمين العربيات بيبقى غالي في حتت زي في نيويورك مثلا وفي السيتيز الكبيرة، وبيبقى رخيص في الحتت الصغيرة. نفس الكلام ده بينطبق على إيجار الشقة، يعني بوسطن مثلا كانت مدينة غالية جدا فالشقة فيها غالية، بالتالي في مدن تانية بتبقى رخيصة فبيبقى إيجار الشقة رخيص. فالموضوع ده بيختلف من ولاية لولاية ومن مكان لمكان، بس on average يعني نقدر نقول إن إيجار الشقة هيكون في حدود من 700 دولار إلى 1000 دولار على حسب الواحد ساكن فين. بالنسبة لتأمين العربية فهو بيعتمد على الواحد معاه رخصة بقاله قد ايه، وهل هو لو معاه رخصة بقاله كتير هل هو عمل كذا حادثة قبل كده، حصل له مشاكل قبل كده على الرخصة بتاعته ولا لا، فده اللي ممكن يخلي التأمين بتاعه غالي او رخيص. وهل هو لوحده اللي بيسوق العربية، ولا هو بيسوق العربية هو ومراته، بالتالي وقتها هيبقى مراته رخصتها وضعها عامل ازاي، بقالها كام سنة بتحمل رخصة امريكية. بالنسبة لأسعار العربيات في امريكا، اول حاجة الليس. ليس يعني نأجر بعقد، مثلا عربية يعني كومن بشوفها في الريزيدنسي عندنا الناس بتجيبها هي الهوندا السيفيك. الهوندا السيفيك الليس بتاعها ب 150 دولار في الشهر، فالواحد بيروح يدفع 150 دولار في الشهر وياخد عربية هوندا سيفيك على الزيرو، بيضطر يدفع داون بيمنت، الداون بيمنت ده بيبقى في حدود 1000 دولار، وبعد كده يدفع ال 150 دولار في الشهر وياخد العربية ويسوقها. تاني حاجة لازم يدفعها على العربية هي الكار انشورنس. لو الواحد بياخد عربية بالليس لازم يبقى عامل فول انشورنس على العربية، وبالتالي الكار انشورنس بتاعه ممكن يوصل لان هو يبقى 100 دولار كمان في الشهر، فبالتالي تبقى العربية واقفة عليه ب 250 دولار. لو زودنا على ده
إيجار شقة في حدود مثلا $800 كمان، زائد مصاريف الأكل، شراء اللبس، الخروج مع الأصحاب. ممكن الواحد يبقى عايز يشتري أدوات علمية معينة، يشتري سماعة. الشقة اللي هو ساكن فيها دي هيبقى عايز يفرشها، فبالتالي هيبقى عايز يشتري عفش. العفش في أمريكا مش غالي خالص، هو أرخص كتير من العفش في مصر، فالواحد ممكن يفرش شقته فرش محترم ومبدئي في حدود ب $2500، اللي هو ممكن يحوشهم في خلال كذا شهر في الريزدنسي. بس طبعا لو الواحد متجوز بيبقى محتاج يجيب عفش أكتر من كده، لأن لو واحد راجل عايش لوحده بيبقى متطلباته أقل بكتير لو هو عنده بيت وفاتح بيت. تاني نقطة في أمريكا هي حاجة اسمها الكريدت هيستوري، حاجة مهمة جدا ان احنا نبني لنفسنا كريدت هيستوري. لما الواحد بيبتدي في امريكا جديد بيبقى ما عندوش اي كريدت هيستوري وما ينفعش يقدم على كريدت كارد. الفكرة مش في الكريدت كارد، هي الفكرة ان الكريدت هيستوري ده اللي هنقدر عن طريقه نجيب عربية مثلا بالليسنج، او ان احنا نفاينانس عربية. لو واحد ما عندوش كريدت هيستوري مش هيعرف يشتري عربية، مش هيعرف يشتري بيت. علشان نعمل كريدت هيستوري اول حاجة بتتعمل ان الواحد يجيب حاجة اسمها سكيورد كارد. سكيورد كارد ده عبارة عن ان هو بيحط في البنك $500 او $1000، بيحط مبلغ معين وبياخد على المبلغ ده كارت. الكارت ده كريدت كارد. كريدت كارد بمعنى ان هو لما بيصرف بيصرف بالدين، بس في $500 يؤمنه هذا الكريدت كارد. بمعنى ان هو بيصرف بالكريدت كارد بس الفلوس دي مش بتتاخد من $500، هي بتتاخد بدين من البنك بتأمين $500 دول، وما يقدرش يصرف على الكارت اكتر من $500 بحيث ان البنك يضمن حقه، لان البنك ما يعرفش الراجل ده هيسدد ديونه ولا مش هيسدد ديونه. المهم لو الواحد جاب سكيورد كارد وفي اخر كل شهر دفع المبلغ اللي عليه، هو في اخر كل شهر لما الواحد بيستخدم كريدت كارد البنك بيبعت له فاتورة على البيت يقول له عليك انك تدفع كذا. الواحد ممكن يدفع الفاتورة دي بس او يسدد كل ديونه، وده الاحسن بالنسبة لنا، نسدد كل ديوننا عشان ما ندفعش ريع. فالواحد لما بيسدد كل ديونه او بيدفع الفاتورة دي الكريدت هيستوري بتاعه بيتحسن. لما نقعد على السكيورد كارد لمدة سنة ونسدد ديوننا دايما في وقتها مش بندفع ريع خالص، وبعدين بيبقى فيه كريدت هيستوري كافي ان الواحد يقدم على فول كريدت كارد. لما نقدم على فول كريدت كارد ممكن نلغي السكيورد كارد ونقدر نسحب ال $500 بتاعتنا. بعد كده يبقى فيه كريدت كارد، فيبقى الواحد بالتالي بيصرف بتأمين الكريدت هيستوري بتاعه. يعني لما الواحد يصرف بالكريدت كارد هو مفيش اي فلوس في البنك بتضمن، اللي بيضمنه هو الكريدت هيستوري، ان البنك اتعامل معاه اوريدي وعارف ان ده واحد بيسدد ديونه وهيدفع الفلوس في الاخر، فبالتالي البنك هيأتمنه فممكن يستخدم الكريدت كارد. في حاجة اسمها الكريدت لاين، يعني الواحد يقدر يسحب قد ايه على الكريدت كارد. ممكن مثلا الكريدت لاين يبقى $2000. لما الواحد الكريدت هيستوري بتاعته تتحسن شوية يقدر يقدم على كريدت لاين انكريز. لما الواحد بيقدم على كريدت لاين انكريز الكريدت هيستوري بتاعته بتقل بس الكريدت لاين بتاعه بيزيد. بعدين بعد شوية الكريدت هيستوري بتطلع تاني. اول واحد لو بيشتري عربية او شقة او بيقدم على كريدت كارد جديد كل ده بيقلل الكريدت هيستوري. بعد كده الكريدت هيستوري بتقعد تطلع تاني لما الواحد يبقى بيسدد ديونه في وقتها. ودي نصيحة مهمة لكل الناس اللي تروح أمريكا، إن هو لو يقدر يعمل سكيورد كارد من بدري أو حتى في الريزدنسي وهو لسه ريزدنت في سنة أولى، دي هتفرق معاه قوي، إن هو لما يبقى في تاني سنة أو تالت سنة ريزدنسي يبقى عنده كريدت هيستوري كافي إن هو يقدر يليس أو يفاينانس عربية، أو لو هو كان عامل كده من قبل الريزدنسي يبقى بقى عنده كريدت هيستوري كافي إن هو يعمل الحاجات دي. محدش يقدر يبني كريدت هيستوري من غير ما يبقى عنده سوشيال سيكيورتي نمبر. السوشيال سيكيورتي نمبر ما بيطلعش غير لو الواحد عنده جي 1 فيزا، فبالتالي الناس اللي رايحه على بي 1 بي 2 فيزا تمتحن السي اس وكده ما ينفعش تقدم على سوشيال سيكيورتي نمبر، وبالتالي ما ينفعش تعمل كريدت هيستوري. فالكلام ده ما يهمش قوي. الكلام ده بيفرق اكتر لو واحد بيعمل ريسيرش على جي 1 او مثلا اخد اتش 1 لسبب ما، او هو ريزيدنت يقدر وقتها ان هو يقدم على السكيورد كارد. وانصح كل الريزيدنتس يعملوها من اول ما يبتدوا سنه اولى ريزيدنسي عشان هتفرق معاهم الكريدت هيستوري بعدين. في رايي الوضع المادي بتاع الريزيدنت في امريكا لو هو سنجل وضع مادي جيد جدا، يعني ممكن الواحد يبقى عايش مرتاح وبياكل وبيخرج وبيعمل كل الحاجات الطبيعيه بتاعته وبيحوش في الاخر $1000 في الشهر. ده لو الواحد سنجل ومش متجوز. اما لو الواحد متجوز الوضع المادي بيختلف شوية. يعني بالنسبة لنا كمتجوزين احنا مش بنحوش خالص، يعني تقريبا الواحد بيبقى حاطط بادجت وبيركز جدا في البادجت بتاعته بحيث ان هو يقدر يبقى صرف في اخر الشهر قد الدخل اللي جابه. ممكن في شهر معين الدخل يبقى اكتر ب $200، في شهر تاني الدخل هيبقى اقل ب 300 400 دولار. خلاصة الموضوع بالنسبة للمتجوزين هم بصعوبة جدا بيقدروا يبقى دخلهم قد المصاريف، بس بيعيشوا، يعني ما بيحتاجش اي مساعدة من اهله. من ساعة ما اتجوزت ما خدتش اي مساعدة من اهلي.
بالنسبة للناس اللي عندهم أطفال، أنا ما عنديش أطفال وبالتالي ما أعرفش أعلق، بس أنا متخيل إن الوضع هيبقى أصعب شوية، يعني هتبقى المصاريف أكتر، بس برضو أصحابنا المتجوزين والمخلفين لما بتكلم معهم غالبيتهم ما بياخدوش مساعدة من أهلهم، في الآخر كل واحد بيختار مستوى المعيشة اللي هو هيعيش عليه، يعني ممكن واحد يبقى ريزيدنت وسنجل ويبقى طول الوقت مديون ومخلص كل فلوسه ويبقى مشتري عربية بي ام دبليو وعمال يسدد في اقساطها وساكن في بيت حلو، وبالتالي تبقى فلوسه مش مكفية وتبقى دايما فلوسه خلصانة. ممكن واحد يختار مستوى معيشة معقول شوية بحيث ان هو يقدر يحوش مبلغ معين، ممكن واحد يختار مستوى معيشة قليل جدا، في ناس كتيرة شفتهم بالذات مثلا من الهنود بيبقى ناوي يرجع بلده، فهو جاي عايز يقعد في امريكا هنا اهو يحوش اكبر كم الفلوس ديورنج الريزيدنسي بتاعته، وان هو ياخد الريزيدنسي بعد كده ناوي يرجع يشتغل في الهند ويستخدم الفلوس دي في ان هو يشتري عيادة او يشتري لنفسه مكان. انا شفت ناس بتحوش في ال3 سنين ريزيدنسي اكتر من 30,000 دولار، بس بيبقى عايش في اوضة نايم على مرتبة على الارض وما عندوش اي حاجة وما بيصرفش خالص وما بيخرجش، ويعني منعزل شوية عن المجتمع، وبالتالي بيعرفوا يحوشوا فلوس كتيرة، بيحوشوا اكتر من 30,000 دولار في ال3 سنين وبيرجعوا بيها بلدهم. بالنسبة للسالري للاتندنج، طبعا انا مش اتندنج فبالتالي انا ما مرتش لسه بالتجربة، بس انا بتكلم على حسب اللي انا شايفه جنبي. فالسالري بتاعت الاتندنج بتفرق على حسب كذا حاجة، اول حاجة انا هتكلم على الباطنة العامة. بالنسبة للباطنة العامة في شغلانتين اساسيين بعد التخرج، في شغلانة اسمها برايمري كير وفي شغلانة اسمها هوسبيتالست. برايمري كير يعني الواحد بيشتغل في عيادته الخاصة، بيبقى عنده عيانينه اللي هم جايين له على اسمه هو وهو بيشوفهم في العيادة. شغلانة الهوسبيتالست ان الواحد بيشتغل في المستشفى بيشوف العيانين اللي بيدخلوا جوه المستشفى، ما بيبقاش عنده عيادته الخاصة والعيانين دول بيبقوا عيانين المستشفى مش عيانينه هو. الشغلانة بتاعت الهوسبيتالست دي قريبة جدا للتمرين بتاعنا كـ inpatient residence، يعني جزء كبير بتاعنا من التمرين بتاعنا بيبقى جوه الهوسبيتال، عشان كده النواب بيحبوا يشتغلوا شغلانة الهوسبيتالست دي، وبيشوفوا حالات معقدة وبيبقى معاهم nurses و supporting staff كتير، فبيبقى الـ paperwork أقل شوية من الـ primary care. ميزة الـ primary care إن الواحد بيبقى عنده العيانين بتوعه. السالري تقريبا في الـ primary care بالنسبة للي بياخد فيزا ويفر في حدود من 130,000 دولار، ده قليل جدا عادة، ما هي أكتر من كده عادة 150,000 دولار، ممكن تبقى أعلى من كده شوية، فأون أفريج هي 150,000 دولار في السنة، ده نت سالري. الضرايب عليها بتبقى في حدود 40%، الضرايب بتزيد لما الدخل بيزيد. بالنسبة للهوسبيتالست ما هي أعلى شوية، 150,000 دولار دي بتبقى ممكن ما هي قليلة قوي، الهوسبيتالست ممكن ما هي تزيد up to 200,000 دولار، وأنا بتكلم بالنسبة للناس اللي بتاخد فيزا ويفر. لو واحد ما بياخدش فيزا ويفر يعني لو واحد معاه جنسيه او اوريدي على H1 بتبقى المهية اعلى من كده شويه. في البرايمري كير ممكن يبتدي ب150,000 دولار، ما هي البرايمري كير اقل شويه، بس كهوسبيتالست صعب المهية تبقى اقل من 180,000 دولار في السنه، وعادة بتبقى 200,000 وممكن حتى تبقى أعلى سنة. المهية بتختلف في أمريكا من ولاية لولاية، المهية مش واحدة في كل حتة، يعني رود أيلاند من الولايات اللي المهية فيها قليلة بالنسبة لبقية حتت أمريكا، عشان كده سهل الواحد يعمل فيها فيزا ويفر، بس في حتت تانية بتبقى المهية فيها أعلى. في تكساس مثلا والولايات الجنوبية هي فيها أعلى مهية، يعني دي اللي بلاقي السالريز المعروضة مثلا 250,000 دولار وزيادة، فبتفرق المهية على حسب المكان. المهية دايما أعلى في الحتت النائية وفي الحتت الجنوبية وفي الولايات الغنية، المهية بتبقى مثلا أقل حاجة في نيويورك سيتي لأن دي مدينة كل الناس عايزة تسكن فيها، بالتالي المهية فيها قليلة جدا، يعني ساعات بتبقى 90,000 دولار في السنة وده نص المهية في أي حتة تانية. في نفس الوقت مستوى المعيشة في المدينة دي بيبقى مستوى معيشة أغلى شوية من المدن التانية. طرق الدخل التانية للدكتور، الريزيدنت يقدر يعمل حاجة اسمها مون لايتنج لو هو على فيزا اسمها H1 فيزا، يعني الناس اللي على J1 فيزا ما ينفعش يعملوا مون لايتنج. المون لايتنج بيدفع للنايب بالساعة، عادة الناس بتعمل مون لايتنج في السنة الثالثة، بس في بعض البروجرامز بتقبل ان الناس تعمل مون لايتنج في السنة الثانية، فهي بتفرق من بروجرام لبروجرام. المهية في الساعة بتبقى في حدود $50 في الساعة للي بيعمل مون لايتنج، وطبعا بيدفع في حدود 30% ضرايب على الفلوس دي، بتختلف من حتة لحتة، يعني في مستشفى اسمها رود ايلاند هوسبيتال مثلا بيتعمل فيها المون لايتنج ب$70 في الساعة، في مستشفيات بتعمل مون لايتنج للريزيدنتس بفلوس اكتر من كده، والفلوس بتفرق على حسب الواحد هيعمل ايه في المون لايتنج سيشن، يعني لو هو مجرد قاعد في المستشفى بيكروس كفر العيانين لو عيان محتاج حاجة هتبقى الفلوس قليلة جدا لان هو هيقدر ينام وهيبقى مستريح، انما لو هو بيشتغل مون لايتنج بيعمل ادمشنز وهيبقى واقف على رجليه وهيشتغل عدد ساعات كبيرة جدا هتبقى الفلوس اعلى.
في بروجرامز بتقبل حاجه اسمها انترنال مون لايتنج. لو الواحد في بروجرام فيه انترنال مون لايتنج ممكن يعمل مون لايتنج على الجي 1 فيزا، اذروايز ما ينفعش الواحد يعمل مون لايتنج على الجي 1 فيزا بره المؤسسه اللي مطلعه له الجي 1 فيزا بتاعته. بس الاتش 1 فيزا ممكن يعمل مون لايتنج في اي حته على شرط ان البروجرام يقبل يطلع له مون لايتنج لايسنس. يعني ممكن الواحد يبقى على اتش 1 فيزا بس البروجرام ما يمضيلوش على المون لايتنج لايسنس، مش هياخدها ومش هيقدر يعمل مون لايتنج. برضه في برضه مون لايتنج للاتندنجز، الاتندنجز بيشتغلوا في حدود 40 ساعه في الاسبوع، فبالتالي بيبقى عندهم وقت كتير فاضي، بالذات اللي بيشتغل الشغلانه اللي اسمها هوسبيتالست، لان دول جدولهم بيبقى عاده 7 دايز اون 7 دايز اوف، بمعنى ان هو بيشتغل 7 ايام متواصلين بعدين ياخد 7 ايام اجازه. في السبع ايام المتواصلين دول ممكن يشتغل 12 او 13 ساعه، بمعنى ان هو بيبقى تعبان جدا ما عندوش وقت زياده يشتغل. والشغل في امريكا تقيل، يعني اللي يشتغل 10 ساعات او 12 ساعه في امريكا مش هيعرف يشتغل تاني، يعني هيضطر يروح البيت ينام طول الفتره دي، لان ال 12 ساعه دول بيبقى بالعافيه بيعرف ياكل فيهم، بيشتغل كتير جدا. بس فبالتالي الهوسبيتالست الويك اوف اللي عنده ممكن يعمل فيه مون لايتنج. بالنسبه للاتندنجز الناس اللي اوريدي واخده البورد ومخلصه، الفلوس بتاعه المون لايتنج بتبقى اكتر شويه، فالمون لايتنج تقريبا بيبقى ب $100 في الساعه للاتندنج. وطبعا بيختلف نفس الاختلافات على حسب هو هيكروس كفر مكان ولا هو هيادمت، لو بيادمت بياخد اكتر، لو بيكروس كفر بياخد اقل، وبتفرق برضو على حسب الموسم وعلى حسب في الويك اند ولا لا. يعني ممكن تطلع في بعض الاحيان ل $120 في الساعه، وممكن تنزل ل $60-$70 في الساعه على حسب هو هيعمل ايه. لو هيروح حته مجرد هينام فيها ولو حصل حاجه يصحوه هياخد فلوس اقل طبعا بكتير. بالنسبه للسب سبيشالست، في سب سبيشالتيز فيها مون لايتنج وسب سبيشالتيز ما فيهاش. فانا اللي بشوفه هنا في رود ايلاند ان مثلا بتوع الجاسترو انترولوجيست عاده بيعملوا مون لايتنج في الامرجنسي روم او في البطنه العامه، لان اكتر حاجه فيها مون لايتنج اوبورتيونيتيز هي الحاجتين دول، ان الواحد يشتغل هوسبيتالست بالذات بالليل او يشتغل في امرجنسي روم بالذات بالليل. الامرجنسي رومز بتدفع اكتر شويه لان شغل الامرجنسي روم اصعب واخطر. برضو نقطه مهمه ان الواحد ممكن يبقى معروض عليه عرض حلو جدا بفلوس كتيره للمون لايتنج، بس تبقى حاجه خطر، يبقى بيشتغل شغلانه هو مش واثق في نفسه قوي فيها، وبالتالي لو غلط ممكن يأذي بني ادم وممكن رخصته الطبيه تتسحب. فالناس بتخاف، يعني في الامرجنسي روم لو واحد بتاع بطن عام هيشتغل هناك لازم يبقى كومفورتبل جدا انه يركب سنتر لاين ويعمل انتيوبيشنز ويعمل بروسيديرز معينه، لان هو ممكن يجي له واحد في كارديك ارست وهو اللي حيران الكود وينتيوبيت البيشنت ويحطه على الميكانيكال فنتليتر وكده، فلازم يبقى عنده السكيلز دي. لو هو مش واثق في نفسه في السكيلز دي مش هينفع يعمل مون لايتنج في امرجنسي روم سيفلي، الا لو عنده مثلا سبورت كافي في الامرجنسي روم دي، وهو هيشوف حالات معينه في الامرجنسي روم. الناس كمان بتشوف حالات اطفال وحالات نساء، فلازم واحد يبقى بيعرف يعني يشتغل اطفال ونساء ويخيط ويعمل الحاجات التانية دي، اما مش هيعرف يمون لايت في امرجنسي روم. بس في ناس بتبقى شاطرة وبتعرف تعمل الحاجات دي كلها، فبالتالي هو ممكن يبقى كارديولوجيست او جاسترو انترولوجيست او بطن عامة او حاجة وبيشتغل برضو يمون لايت في امرجنسي روم. في نقص في امريكا جامد جدا لدكاترة الكريتيكال كير، في اي سي يوز كتيرة وبيبقوا محتاجين دكاترة كريتيكال كير تغطيها. اكتر حتة بتدفع فلوس عادة بتبقى الاي سي يو، لو واحد هيمون لايت في انتنسيف كير يونت هيبقى عنده عيانين فنتليتد، بيدفعوا بالساعة، ممكن يدفعوا $100 أو أكتر في الساعة، في نفس الوقت بيدفعوا بالبروسيدير. فكان عندنا دكتور آي سي يو في المستشفى كان بيحكي إن هو بيروح يعمل شيفتات مون لايتنج، ففي الشيفت بياخد $1000، بيبقى الشيفت مثلا في حدود 10 ساعات، في نفس الوقت هما بيدفعوا له على البروسيدير، فبيدفعوا مثلا $200 على السنترال لاين، $100 على الارتيريال لاين، مثلا على الانتيوبيشن كذا، على كل بروسيدير بتتعمل في الآي سي يو بيدفعوا حاجة معينة. فهو بيروح هناك ويشوف مثلا السنترال لاينز اللي محتاجه تتغير، الاي لاينز اللي محتاجه تتغير، ويروح عامل كل البروسيديرز دي. فهو بيروح عامل كمان 5-6 بروسيديرز في العشر ساعات، عشان هو اكتف جدا وعايز العشر ساعات يشتغلهم كلهم، يروح يبص على كل العيانين يشوف مين محتاج سنترال لاين مثلا بقاله كام يوم ففي ريسك اوف انفكشن، يروح مغير الحاجات دي ويبل عليها. تاني حاجه الدكاتره بتقدر تبل مثلا على بروسيديرز الالترا ساوند جايدد. مين بقى اللي بيدفع الفلوس دي؟ الفلوس دي بتدفع عن طريق يا اما الهيلث انشورنس يا اما الحكومه اللي هي الميديكير والميديكيد، هما اللي بيدفعوا الفلوس بتاعه الان بيشنتس وبتاعه الاوت بيشنتس. فبرضه الفلوس بتختلف، يعني طبعا لو الواحد بيمون لايت في هوسبيتال المستشفى هي اللي بتدفع له فلوس، وهي بعد كده بتبل الميديكير والميديكيد او البرايفت انشورر، فهو هيبقى خلاص ضامن ان فلوسه ثابته. انما لو الواحد بيشتغل في برايفت براكتس هتبقى الفلوس بتدخل له على حسب يعني الانشورنس كومباني. فبالتالي مثلا ميديكير وميديكيد بتدفع اقل كتير من البرايفت انشوررز. يعني لو العيان في العياده الخاصه
جاي معاه برايفت انشورنس ممكن يبقى بيدفع له مثلا $70 الى $110، بس بعض العيانين اللي التأمين بتاعهم حكومي ممكن يبقى بيدفع لهم $40 وساعات أقل. ده غير إن التأمين الحكومي ممكن يدفع الفلوس متأخر، يعني ممكن العيان يبقى ب $40 في نفس الوقت الفلوس دي تيجي بعد سنة، غير التأمين الخاص اللي هو يبقى بيدفع الفلوس بالظبط في آخر الشهر وعلى نفس العيان يدي فلوس أكتر. ثانيا في العيادة في حاجة اسمها بيلينج، يعني الدكتور بيقول أنا مثلا اشتغلت الكمية الفلانية دي، والبيلينج ده بيبقى على أساس النوت، فهو بيكتب النوت بتاعته على العيان على حسب هو كتب قد إيه بيقدر يطلب فلوس معينة، يقول أنا حابل ليفل 1 أو ليفل 2 أو ليفل 3 على حسب التأمين الصحي، كل ليفل من دول ليه معنى معين. فبالتالي لو أنا مثلا ببل لبلو كروس بلو شيلد ليفل 3 غير لو ببل على الحكومة ليفل 3. والواحد لما بيبل التأمين بيراجع النوت وبيراجع الحاجات اللي اتعملت ويشوف هل البيلينج ده متناسب مع الشغل اللي حصل ولا لأ، وعلى حسب كل مستوى بيلينج بيدفع فلوس معينة على المريض. فالفلوس اللي انا قلتها مثلا في الاوت بيشنت براكتس ان هم بيدوا ما هي $150,000 في السنة، ده الشركة اللي بتعين دكاترة او السنتر اللي بيعين دكاترة يشتغلوا عنده برايمري كير. انما لو الواحد شغال برايفت براكتس الفلوس بتبقى على حسب هو بيبيل كام، على حسب العيانين داخلين له من انهي انشورر، ممكن يشوف عيانين ان بيشنت واوت بيشنت في نفس الوقت. في دكاترة كتير بيشتغلوا ما يسمى جنرال انترنال ميديسن، ان هو بيشوف ان بيشنت واوت بيشنت. برضه الفلوس بتختلف في الان بيشنت والاوت بيشنت والنيرسينج هوم. فتقريبا متابعة النيرسينج هوم بيشنت بتبقى ب 70 ل $90، متابعة الان بيشنت في المستشفى حوالي $90. لو الواحد بيأدميت بيشنت بتبقى اكتر شوية، مش متأكد بس اي ثينك ان هي في حدود $200 على الادميشن، ان الواحد يكتب الادميشن اتش ان بي للبيشنت. فالفلوس بتختلف في البرايفت براكتس، فهم على اساس بيشتغلوا قد ايه بياخدوا فلوس اكتر، فممكن عشان كده في البرايفت براكتس الناس تطلع فلوس اكتر بكتير. وده كله انا بتكلم على الباطنة العامة غير السب سبيشالتيز. مثلا الكارديولوجيست لما يجي له كونسلت ممكن يبقى كارديولوجيست بيشتغل مثلا جنرال انترنال ميديسن في نفس الوقت بيشوف كونسلتس. فالبرايفت براكتس مختلفة قوي ومعقدة جدا، الفلوس بتدخل من مصادر كتيرة، وهم دول الناس اللي لو كانوا ناجحين اللي بيعملوا مثلا $500,000 في السنة و$700,000 في السنة، لأن هو في البرايفت براكتس يقدر يشوف يعني أي عدد من العيانين اللي يقدر عليه، يقدر يشتغل 24 ساعة في اليوم محدش هيقول له حاجة، ولو هو سريع العيان هياخد معاه وقت أقل فهيقدر يبل أكتر. في كمان حاجة اسمها الـ EICU Electronic ICU، كان واحد من الاتندنجز عندنا في المستشفى بيعملها، هو بالمونري كريتيكال كير اتندنج بس، وبيمون لايت في اي سي يو. فهو من بيته عن طريق الكمبيوتر بيبقى بيكفر انتنسيف كير يونتس في حتت نائيه في امريكا ما فيش دكاتره موجوده انها تكفر الانتنسيف كير يونتس دول، بيبقى فيها حاجه اسمها فيزيشن اسيستنتس، والفيزيشن اسيستنتس اللي في الاي سي يوز دول هم اللي بيعملوا الحاجات على العيانين اللي هو يعمل لها اوردرنج، بس هو بيبقى مجرد انه بيتابع الاي سي يو من فوق. فهو بيبقى شايف الاي سي يو على الكمبيوتر، بيبقى ممكن متابع كذا اي سي يو في نفس الوقت، عنده 4 أو 5 اي سي يوز هو مغطيهم في نفس الوقت، وبيبقى الفيزيشن اسيستنت هناك، وبيبقى العيانين كلهم متركبين على مونيتورز، وهو على الشاشه بتاعته يقدر يختار اي عيان وبالتالي يشوف كل الفايتال ساينز. بيبقى المونيتور بيقيس كل حاجه، يعني ممكن يبقى عنده ارتيريال لاين، يبقى حتى شايف الاوتو ساتوريشن ضغط العيان، كل حاجه شغاله لايف. هو يقدر يحط الاوردرز على الكمبيوتر، واحنا بنحط اوردرز على الكمبيوتر يعني ده طبيعي، الواحد مش لازم يعني ممكن مثلا يدخل يشوف لابز يروح حاطط اوردرز من بيته حتى على الكمبيوتر، الاوردر ده بيتنفذ على العيان في المستشفى، او ممكن حتى يبقى بره البلد ويحط اوردر على الكمبيوتر هيتنفذ لانه بيطبع للنيرسز والنيرسز بينفذوا. فممكن الواحد يبقى يعني في الاي اي سي يو حتى يبقى بره امريكا يبقى بيكفر اي اي سي يو بيحط الاوردرز على الكمبيوتر. وفي ناس بتعمل كده مثلا في لو حد بورد سيرتيفايد وعايش في بلد مواعيدها مختلفة عن مواعيد أمريكا، فبالتالي يقدر إن هو يكفر حاجة زي كده بس. بيقدروا بقى بكاميرات معينة يزوم على العيان، الفيزيشن اسيستنت يكشف له على العيان، يقول له مثلا يقول له اسكالتيت فهو اسكالتيت ويقول له هو سمع ايه، بعدين يحط الاوردرز النيرسز يعملوها. وبالنسبة للدخل اللي احنا توصلنا له في الاخر ان الميديسن از نوت ا جود سورس اوف انكم اني واي، يعني لو فكرنا فيها على الرغم من كل الفلوس الكتيرة اللي احنا بنشوفها دي هنلاقي ان الدكتور في الاخر ممكن يبقى النت انكم بتاعه بعد الضرائب $120,000 $150,000 في السنة، ده بعد ما الضرائب يعني طبعا اخدت 40% فده اللي اتبقاله. لو فكرنا في الفلوس دي هي فلوس كويسة، بس في الاخر البيزنس مان هيعمل فلوس اكتر بكتير من الدكتور.
فممكن واحد مثلا زي بيل جيتس بيعمل بليونز، فالدكتور عمره ما هيقدر يعمل الفلوس دي. والدكاترة اللي هم بيكسبوا ملايين، لما يقولوا مثلا دكتور بيكسب 10 مليون في السنة و12 مليون في السنة، ده بيبقى دكتور عنده مثلا ميديكال سنتر وبيشغل دكاترة تانية في الميديكال سنتر بتاعه، أو دكتور عنده مستشفى. فبالتالي هم دول الناس اللي بيعملوا مليونز، واللي هم بيبقوا أغنياء جدا. فده يعتبر إلى حد ما تاجر، يعني هو صاحب عمل وبيوظف ناس عنده. وفي حديث بيقول جعل الله 19 رزق في التجارة، فهو غالبية الفلوس موجودة في التجارة، إن الواحد يبقى عنده شركة أو عنده عمل أو صاحب عمل وبيشغل ناس عنده. حتى مثلا لو العمل ده هو إن هو عنده مستشفى أو عنده ميديكال سنتر، في ناس عندنا في المستشفى مثلا بيمتلكوا جهاز MRI، جهاز CT. الدكاترة في مصر طبعا مظلومين جدا بالنسبة للدكاترة في الحتت المختلفة، يعني الـ average resident salary أو attending salary في أي بلد حتى زي الهند أو باكستان أو البلاد العربية التانية، حتى سوريا الـ average resident salary أعلى من عندنا في مصر. فإحنا طبعا كدكاترة مظلومين جدا في بلدنا، وده بسبب إن إحنا ناس مش مفيدين. يعني طبعا ضباط الشرطة والناس دي مفيدين أكتر مننا بكتير، وبالتالي هما المهية بتاعتهم بتبقى أعلى بكتير، مع إن ده عكس الطبيعي. يعني الطبيعي إن الدكتور ده هو قمة الميدل كلاس، هو أهم، يعني من أهم الناس في المجتمع، إن ما كانش هو أهم واحد، هو والناس اللي بيحطوا القانون. القانون والصحة هم أهم مجالين في المجتمع، والمفروض المهية تبقى أعلى حاجة في المجالين دول. يبقوا أغنى ناس في الميدل كلاس، في الطبقة الوسطى، هم الدكاترة والمحامين أو الناس القانونيين اللي بيشتغلوا في القانون. ما يبقاش أغنى منهم غير رجال الأعمال والسياسيين الكبار، اللي هم مثلا السناتورز ورئيس الجمهورية والناس دي. otherwise هم دول يبقوا أغنى ناس في الميدل كلاس. مش مفروض يبقى في أي شغلانة تانية بتدفع فلوس قد الطب، لأن الدكتور ده بيشتغل شغل متعب جدا، ستريسفل جدا، بيتعامل مع جسم الإنسان اللي هو أكتر حاجة معقدة، معقدة من أكتر مشروع هندسي معقد في العالم. يعني دي أصعب حاجة الواحد يتعامل فيها. في نفس الوقت شغله مؤثر، يعني الدكتور ده محتاج يركز طول الوقت، لو غلط غلطة واحدة بس هيموت العيان، وبيشتغل في حياة عيانين كتير. يعني الدكتور بيشوف عدد كبير جدا من العيانين، بيبقى كل قرار صغير بياخده بيأثر في حياة العيان. فالمفروض الكومبنسيشن بتاع الدكتور، المهية بتاعة الدكتور تبقى أعلى مهية. فالفلوس اللي بياخدوها في أمريكا دي مش فلوس غير طبيعية، العكس، الدكاترة بتقبض في سويسرا وفي بلاد تانية أكتر من أمريكا. وفي بلاد زي أستراليا المهية برضو عالية جدا. أتمنى إن كل حاجة ترجع في مكانها كده هو في مصر، والبلد ما تبقاش ماشية upside down، ماشية بالمشقلب، اللي فوق تحت واللي تحت فوق. إن شاء الله ترجع البلد في مكانها الطبيعي، ويرجعوا الدكاترة في مكانهم الطبيعي في مصر. وهدفنا من الطب ما يبقاش هو الفلوس، يعني الواحد يبقى مركز في الطب والفلوس هتيجي لوحدها. يعني الواحد لازم دايما يبص لفوق، يبص لل principles الكبيرة، والحاجات الصغيرة تيجي لوحدها. زي ما بيقولوا الفلوس هي الجزمة، فالواحد ما يبصش للجزمة، الواحد يبص لفوق، يبص للحاجات الكبيرة، يبص ان هو عايز يبقى دكتور، عايز يبقى عالم، عايز ينفع البشرية، عايز يعمل حاجة عظيمة في حياته. ما فيش حاجة اعظم من ان الواحد يعيش كل حياته ويقضيها بيعالج عيانين وبيأثر في حياة بني ادمين وبيحسن لهم صحتهم. دي اعظم حاجة الواحد ممكن يعملها في حياته، واعظم حاجة الواحد ممكن يقابل بيها ربنا. يعني الطب هي الشغلانة الوحيدة او من الشغلانات القليلة اللي الواحد كأنه بيعمل عمل خيري طول الوقت، يعني هو قاعد بيعالج الناس، بيشتغل في صحة الناس. أتمنى يكون الريكوردينج ده فاتكم كلكم. السلام عليكم.